السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ أهلا بكم يا جماعة الخير في مقطع جديد. حياكم الله جميعا بالكاميرا الجديدة. شوف ما شاء الله تبارك الله، شوف حتى الحبوب اللي في وجهي باينة، حتى لها طريق حق خريطة الكنز موجود هنا في راسي، باين كل شيء، حتى القشرة، في قشرة في شعري، حاول تخصم أنا ما تروح. اليوم مقطع مميز كالعادة يا جماعة، اللي هو عندنا بتحدي في بناء التشكيلات يضمن لك لاعب من الليغا، لاعب من الدوري الأسباني ما دفعت فيه ريال واحد، كل اللعيبة من عندي، وأنا أحاول كل تحدي إني ما أدفع. أنا بالنسبة لي رجال طيب، هذا خلاص أنا ما عاد بستخدم توريس، وكذلك ما عاد بستخدم رجال الطيب ذا اللي هو سافج، لأنه أصلاً خلاص عندي باتريك فييرا حيكون أساسي ثابت، هو وخوري محاول، وهذا الكلب طلع لي من تحدي بناء التشكيلات حق اللي يضمن لك لاعب من الدوري التركي. سويت تحدي وأنا طفشان وطلع لي وما كنت أسجل وقتها. طيب عندنا بنزيما، أنا عادي، أنا لو طلع لي بنزيما راضي، وعندنا وعندنا سواريز وعندنا بنيادم وعندنا ميسي، واحد من الخمسة هذول يا رب، نتوكل على الحي القيوم. يا شباب أنا مرة ماني متفائل للأسف، أحس إنه كذا بنغب، بدأت أتوتر. شوفوا تراني ما بعت ميسي، ها ميسي باقي موجود في التشكيل، أنا إيش حاط في الاحتياط عشان أبغى أجيب، ما أدري إيش حطيت في الاحتياط. أيوه في حركة تسويها إنك كذا تسوي، يعني على أساس إنك تشوف مثلاً لاعب وتحط عليه ويطلع لك هنا، يقولون إنها تضبط. يا رب يا رب، بسم الله بسم الله بسم الله، نتوكل على الله. أنا بمشي واجيكم إن شاء الله. ما أبغى أمك يا أخي، ما أبغى تلستقني، شبغى أمك عز. لا تفرح لا تفرح، يلا بسرعة طلعوا لي لاعب خرافي، يلا بسرعة، أبا شاشات، ما في شاشات خلاص. أيوه حتى ما هو شاشة، أوكي يا سلام، ما عندي. الخطة يا جماعة الخير كانت إنه يطلع لي لاعب من الدوري الإسباني، آخذه وألعب فيه مبارتين ثلاثة، أطقطق فيه ولا شيء. قلت أنا أسوأ الظروف يطلع لي بنزيما، ألعب في بنزيما عادي، يطلع لي سواريز ألعب بسواريز، يطلع لي حتى لو لاعب ما هو من الخمسة اللي قلت لكم إياهم برضو كويس، حسوي عليه مقطع عادي. المقطع ما راح يوقف هنا، دخلت حسابي الثاني يا جماعة الخير، وراح نلعب درافت يا جماعة الخير بس بحساب الثاني، أوكي؟ إذا جبنا خمس لاعبين وفوق من الدوري الإسباني زرق راح نلعب، إذا ما استطعنا نحاول نسوي التحدي اللي هو ال 194، نجيب أعلى ريت. بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدئ الدرافت الأول. أوكي، كان أنا باخذ هذه التشكيلة لأنه ممكن ألعب فيها وبرضه ممكن يطلع لنا فيها ريت عالي. يلا يا ميسي ميسي، أفا. أوكي بس راح ناخذ الأعلى ريت هنا، هنا لازم يطلع ميسي، يلا يا ميسي. أي أفا، طيب طلع لنا ديلبير، ديلبير كل درافت يطلع لي، كرهته يا أخي. أوكي رودري، فراح أروح مع السفيد. نوباري ستونز، وطلع لنا فيليب، أتوقع إني بروح مع ستونز لأنه في الدوري الإنجليزي. يا ليل والله الدرافت يا أخي بيض لما يكون الحظ فيه مخيس، تعال أنت. يلا أوكي مارسيلو أزرق، يا سلام يا سلام، انا بروح مع الرجال الاجودي هذا. نعم ها، اباخذ بيست، يا شكله حتى 100. اوكي روبرتو كارلوس، روبرتو كارلوس جوردي البا، فراح اروح مع روبرتو كارلوس، ممكن احط اخيرا وليس. اوكي اليسون، اوكي المهم درافت بيض والله ما لعب. طيب الان نحن في الدرافت الثاني، بسم الله على بركه الله، عطنا خطه كويسه. يلا يا سي، انا اقول نروح مع هذه الخطه، بسم الله نتوكل على الله. وقف يا اخي، كان دائما كل ما اخش درافت الكابتن دائما يطلع الريت فيه عالي الا المره هذه. اوكي راح ناخذ اسكو اول مره، يلا بسم الله. يا الله شكله درافت مخيس واضح من البدايه، في سواريز وفي جريزمان زرق، ليش ما يطلعون؟ ليش يطلع ذا المخيس؟ ليش؟ يلا ها ايش فيه؟ هيا اوكي اوكي او 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 اول ازرق من الدوري الاسباني، خلينا ننقصها يا شباب، خلينا ننقصها، بدل خمس لاعبين من الدوري الاسباني خليها ثلاثه بس. طيب يلا يا راموس ازرق، الله 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 راموس ازرق يحسب. اتوقع اني بروح مع فرتنخن هنا. اوه ليش ما اخذت محرز؟ ابروح مع هازارد، ابروح مع نيني 94 مع انه كان في ديلبيرو. ويليامز تعال، هذا طلع لي اكثر من مره، فاتوقع خلاص يا اخوي خلاص خلاص ها ناخذه. وديل ولويس فيجو، لويس فيجو خلنا ناخذه، يلا يضبط الكيمستري هنا من ذي الجهه لانه معدوم الكيمستري هنا. اشلي يونغ، اوه تراني اتصور معاه يا شباب الاسطوره اشلي يونغ. اه يا حظ، اه ما
ملخص الدرافت يا جماعة الخير 189. أوكي. حنا قلنا ثلاثة زرق على الأقل من تشكيلة الدوري الأسباني، بس ما طلعنا غير اثنين. حتى يعني أنا مشيت فران بالواسطة. الدرافت الثالث يلا. هنا الحظ إن شاء الله. هنا أنا متناحس أنا والله جد والله. طيب يلا أعطونا أزرق من البداية. أوه كانتي أسود في البداية. يلا تعال. Let's go. ميسي 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 ميسي. مو ذي النسخة. ميسي القوي ذا الأزرق الآخر شيء. يلا سواريز سواريز. الله بنزيما. الله أوه غريزمان. غريزمان أوه أوكي أوكي. هذا واحد هذا واحد بسم الله. درافت مخيس. تفو عليكم يا شيخ. أنا تعبت خلاص. هذا آخر درافت والله. عطني تشكيلة زين ولد. خذ 4-3-3. أبغى أزرق من البداية. أزرق ياه. كريستيانو 99. تعال يا كبير. تعال سانشيز بأخذه بحكم الريت يعني. تعال يا بوجبا. أبغى أخذ الفرنسي عشان يشبك مع بوجبا. ها يلا لا 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 هنا عشان هو فرنسي. فرنسي ثاني. تعال كبير يلا. هنا روبرتسون ازرق. اوكي مارسيلو اوه شيت. انا بفوت مارسيلو عشان الكيمستري واخاف اندم. لا 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 خلي مارسيلو. تعال 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 بس بلا كذب يا احمد بلا غباء. اوكي دخ دخ هنا الاقوى فيهم وما راح اختار غيره. الحين ابغى لعيبه ريت عالي بس عشان اكسر ال 194. تعال للان 192 للان هذه. اوكي روبرتسون وفي سواريز. نو بروح مع سواريز شكلي. روبرتسون يشبك مع فان دايك ويشبك مع كم الفرق بينهم؟ الفرق بينهم حبه عادي صح عادي. اوه رونالدينيو اسطوره. ما راح نظبطت الكيمستري لانه هو اذا كان كيمستري خربان يجيب لك لعيبه مره. اوه ماي جاد سقراط اسطوره. والله درافت والله درافت حلو. هيا اللي بعده ها خلاص. الحين الحظ يقوم يعني يسوي لك حركات منه يقول لك خلاص ابلع خلاص احمد كثرنا عليه. يلا راموس راموس. اوكي 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 اوكي. بما انه الحظ خربان خلينا نخربط الكيمستري يا جماعه. خربطنا في الكيمستري على اساس انه اخر اثنين يطلع لنا لعيبه كويسين. بسم الله يلا. انا حاسس انه هنا هنا في واحد يكون عندنا الان كيمستري 99 والمعدل 91 من غير ما ضبطنا التشكيله من غير ما ضبطنا اماكنهم يعني. الان الكيمستري 100 والمعدل 192 شوفوني مرتب اللعيبة بشكل جيد يعني من الأقوى للأضعف. أنا أقول بس نتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم ونختار المدرب يلا. وكذا يا جماعة الخير عندنا درافت 192 هذا أقصى شيء طلع معنا وأعتقد أني بلعب. يلا نتوكل على الله هذا الدرافت في الجيب. نعم المفترض. يلا بسم الله نلعب أول مباراة مع أنه بسم الله الرحمن الرحيم خصمنا الاول. اوكي اوكي تشكيلته حلوه مره اسطوريه يا ولد. ليتس جو ليتس جو. يلا يا احمد ترى معك تشكيله الارض. اوكي احنا نطقطق وذا عليكم. يلا دون. او ماي جود والله يا لسع ولسع لسعوا لسع الدون الأزرق. Let's go see. الله. أوكي. يلا كبير. رونالدينو. جات فيفا 19 ها هي اوكي. الله 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 يا رونالدينيو اسطوره. ليتس جو. شوف 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 لعب عليهم بعدين شات الحارس عاد خلاص. الله على الباص. الله ها يا حمار. اوكي يلا روح. انا اطقطق اطقطق انا ها اطقطق يا رجال واتونس وكذا ها. ليتس جو يا دون ازرق. ايوه بياخذ الكره من المرمى. لا 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 عيب
ايه اعتقد ايه تاخذ الكره من المرمى ليش ها تستفزني ليش ليتس جو ظبط له الكوره لا شكرا يلا جورج بيست كمل او ماي جاد يلا بست يا كبير ليتس جو ايه دق طب لا السادس ليتس جو يس حلوين والصراحة اي واحد مولود في 1992 ما يعرف يلعب زي انا يعني. طيب يا جماعة الخير وصلنا نهاية المقطع حاولت ادخل مباراة ثانية يمكن لي تقريبا اكثر من ما ادري كم ليفت وزي ما انتم عارفين الدرافت يعني ما عاد صار له طعم لانه جوائزه صارت مرة مخيسة مرة سيئة وما يعني اقول تلعب بس خلاص جرب التشكيلة كذا مرة مرتين وبعدين اطلع يا فيعطيكم العافية على المتابعة لا تنسون اللايك تشتركون في القناة اذا ما كنتم مشتركين وتقترحون لي لاعبين لبلا مال انا داري اني دخلت درافت في بلا مال وهو ما له علاقة لكن لازم نسوي مقطع حلو نراكم على خير سلام عليكم.